كشف حقائق من العيار الثقيل عن اقتحام المنطقة الخضراء قبل 8 سنوات. العبادي قادة أحزاب شيعية طلبوا مني إبادة متظاهري الصدر. فجر رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي معلومات من الوزن الثقيل بشأن قيادات شيعية في الإطار التنسيقي كانت حثته على إبادة أتباع التيار الصدري عند اقتحامهم المنطقة الخضراء خلال مظاهرات 2016. وفي لقاء تلفازي أجرته معه قناة محلية، قال العبادي ردا على سؤال يخص اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أتباع التيار الصدري إن بعض الأحزاب ضمن الإطار طلب مني استخدام السلاح والطائرات لحصد أرواح الناس المتظاهرين، مؤكدا إن المتظاهرين اقتحموا مكتبه الخاص في ذلك الوقت ما عدته الأحزاب خرقا للسيادة، لكنه لم يستخدم القوة بحقهم كونهم مواطنين على حد تعبيرها. وأتابع العبادي أخبرتهم بأن المتظاهرين ارتكبوا خطأ بدخول رئاسة الوزراء، لكن ذلك الخطأ لا يعد خرقا للسيادة، متسائلا هل دخول المواطنين للبرلمان عنوة يسمح لنا بقتل المتظاهرين. ولفت العبادي إلى أن دخول الصدريين للمنطقة الخضراء كان خطأ من قبل الصدر، واختلفت معه حول الأمر وطلبت منه مغادرة المنطقة الخضراء في غضون 24 ساعة. ولم يصدر أي رد فعل من قادة الإطار التنسيقي على تصريحات العبادي غير المسبوقة، كما إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكثر المعنيين بتصريحات العبادي التزم الصمت وانشغل بإذاعة كلمة في مناسبة عيد الغدير الذي أقره البرلمان العراقي عطلة رسمية الشهر الماضي. أجواء انتخابات. لكن مقربين من الإطار استغربوا إثارة الأمر من قبل العبادي بعد 8 سنوات، ورجحوا أن تكون تصريحات رئيس الوزراء الأسبق على صلة بأجواء التنافس في الانتخابات التشريعية المقبلة. وتسعى قوى شيعية للعب على وتر العلاقة المتأرجحة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبعض قيادات الإطار التنسيق الشيعي، وكان الصدر غير اسم التيار الصدري إلى التيار الوطني الشيعي في خطوة يعتقد إنها تمهد لعودته إلى العملية السياسية ومشاركته في الانتخابات. ومع أن غالبية المراقبين السياسيين يجمعون على عودتها، لكن الخلاف لا يزال يتركز في الكيفية التي سيعود بموجبها الصدر إلى الانتخابات، بدءا من القانون الانتخابي المختلف عليها بين الدوائر المتعددة التي يريدها الصدر والدائرة الواحدة التي بات يريدها خصومه في قوى الإطار التنسيقي، أو موقفه الذي لا يزال غامضا من رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني. وفي سياق آخر، استبعد العبادي في المقابلة المتلفزة ذاتها إمكانية تقوم الفصائل المسلحة بانقلاب على الحكومة، لكنه حذر قادة العملية السياسية من حصول ظرف خاص يكون فيه الشعب مناهضا للنظام، وحينها قد يصبح ممكنا ظهور ضابط عسكري لديه نفوذ كبير يعتقل قادة الكتل والأحزاب ويحظى بتأييد الناس في تلك اللحظة.